سياق احنا كنسكنوا هنايا في الحي ديالنا. اخي انا كنت جالس في قهوه ان شاء الله جلست، اتصلت بيا الوالده ديالي قالت لي بان العافيه شعلها حدا واحد الروه، عندنا واحد الروه حدا الدار شعلها فيه العافيه. جيت كنجري جبرت بان العافيه فعلا شعلها بزاف تما، لان في ديك الروه كاين اللح مع ديك 8:30 هذاك 9 شعلت العافيه فهمتي، شي نص ساعه وهي شعلها العافيه وما كاين لا لامبيلونس ما كاين فاتي، يعني ما كاين حتى شي حاجه، لا بومبيات ما كاين والو، ما كاين حتى شي حاجه، ما كاينش حتى اللي تفيها، كاين غير سكان الحي هنايا كيطفيوها هيدا فهمتي بالسطولات. هنا كتعرف العافيه كبيره ما خاص تفيها باش ما تفيتي والو، وعلى الشرقي الشرق هاد الايام تنعرف العافيه شاعله بزاف، ما تفاتيش نص ساعه وزياده عاد جاو الحمد لله ما كاين حتى خسائر بشريه، الناس كامله خرجت، كاين خسائر ماديه تما في شي الديور حنا منهم تقريبا، حنا قرابين لهم هي كاين فران واحد السيد هنايا ساكن فران عنده الدار قريبه، كاين حنايا تما واحد الناس هما حدانا ساكنين، هي تما كان اللوح فهمتي، واحد السيد كيخدم بني عنده اللوح تما منزل هو اللي عمل هذا المشكل هذا، ملي مشات العافيه يعني ما صعيب تطفيها. انا خويا كنت باركه في البيت جات بنت جارتي قالت لي العافيه العافيه، خرجت نجري عريانه، خرجنا يا الدار هنا في الضو على دارتي، خرجنا تصدفنا تخلعنا ما عرفنا باش مبليين، وصدقنا كنغوتوا العافيه العافيه العافيه. جات دارت الحمايه راني مجهده، بقات مجهده واخا داروا مع الطراب ولا ما بقات مجهده، العافيه كاينه في السماء. ايوا هذا الشيء اللي كاين. خاي الحبيب هنايا كاينه واحد الدار فهمتيني، عندنا بحال الجرده كيجمعوا فيها اللوح تفرن، يعني نقدر نقول لك الشجر ماشي حتى اللوح، الشجر اللي كيقطعوهم كينزلوهم تما، هي بدات واحد شويه العافيه جاب لهم الناس العافيه عاديه، هي ماشيه شويه كتكبر ماشيه شويه كتكبر، والحمد لله راه جات لها وقايه مدنيه الحمد لله، قاموا بالشغل ديالهم السي باشا حتى هو تبارك الله على جاو الاولاني قام بهذا الشيء هذا وعيطنا الناس، ودابا اللي كنتمناو ثلاثة الديور هنايا تأداو بوبران تحلم الجليف تحلم السقوف، المهم ترو خاصة والحمد لله حتى شي واحد ما تسخرق حتى شي واحد ما وقع له شي حاجة، البوط اللي كانوا تما زولناهم الحمد لله، دريت الحومة هنايا دخلوا تعاونوا وكذا والحمد لله كلشي داز على خير وبخير اخاودي. دابا 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 الحمد لله عيط لي واحد الصديق ديالي من الحومة قال لي بلي أنا راه مورا الدار ديالكم نايضة العافية، جيت كنجري خوفا على الوالد راجل كبير ما كاينش اللي عايشوف من حالو، ما كاينش اللي عيفرع عليه با، ما كاينش اللي عيخرجو، الله خلينا الجيران ديال الحومه اللي كيعاونوا السلطات ان شاء الله تعاون داك الناس اللي تحرقت لهم الدار، تحرقوا مساعد الناس وتحرقوا لهم التراب والنبيرات ديالهم ومشاو لهم فلوسهم ومشاو لهم بزاف ديال الحاجات من الدار، اللي عطى الله هو هذا، وكنطلبوا من السلطات تعاونهم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.